قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث إنه يأمل في اتفاق الأطراف المتحاربة على عقد جولة مقبلة من المحادثات في مطلع العام الجديد. وأضاف على هامش محادثات السلام اليمنية التي تجرى خارج ستوكهولم أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة المقبلة ستبحث الترتيبات الأمنية. من جهته قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن بلاده لا تقبل بمهمة حفظ سلام دولية في الحديدة، لكنها مستعدة لقبول دور الأمم المتحدة في الإشراف على الميناء. ينضم إلينا إذن من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. يعني كيف هي أجواء ما يجري في السويد؟ كيف تنعكس على الوضع في صنعاء وربما في يعني الحديدة تحديدا، بما أنها هي النقطة الأبرز الآن في النقاشات هناك؟ نعم، يعني مستوى تفاؤل اليمنيين بما يجري في السويد يعني بين مد وجزر عفوا إن صح التعبير، وخاصة أن هناك اتفاق على ما يبدو وقد حسم هذا الاتفاق بالتوقيع عليه فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا كما ورد في تفاصيل هذا الاتفاق لدى الطرفين. وهناك تصريحات حديثة تقول بأن الأيام القادمة ستشهد ربما إطلاق ما يقرب من 400 إلى 500 من المعتقلين لدى كل طرف، وذلك قبل أن تنتهي جولة المشاورات الراهنة في السويد. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن هذا الملف يبدو على وشك أن يحسم بشكل نهائي، ولكن يبدو أن نقاط الاختلاف كثيرة في بعض الملفات، خاصة في ملفي الحديدة ومطار صنعاء وأيضا موضوع محافظة تعز. حتى الآن يبدو الخلاف كبير فيما يخص وضع ميناء الحديدة وخطة جريفيث التي قدمها من حوالي 14 نقطة أو بندا لموضوع الميناء الحديدة والانسحاب منه، انسحاب كافة الوحدات العسكرية، وكذلك وضع إشراف أممي وتحويل إرادة الميناء إلى عبر فروع بنك المركزي في الحديدة إلى البنك المركزي لصرف المرتبات وغيرها من البنود. لكن إجمالا فيما يخص انعكاس هذا على الوضع في اليمن، يعني هناك نوع من عدم أو التفاؤل الحذر إن صح التعبير لدى اليمنيين، وخاصة أن المواجهات المسلحة تعود بين الوقت والآخر والغارات الجوية في أكثر من جبهة. قبل قليل وفقا للمصادر الميدانية عادت المواجهات في عدد من المناطق في الساحل الغربي، فيما الغارات الجوية مستمرة منذ الصباح سواء على بعض المناطق في الحديدة، وفي قبل ساعة من الآن هناك عدة غارات على بعض المواقع في مدينة الحديدة ومنها مدينة الشباب في شارع 90، وكذلك في محافظة صعدة غارات على رازح ومديرية شدا، وأيضا في محافظة حجة شمالي غرب البلاد وهناك غارات على مدينتي حرض وميدي. كل هذه التفاصيل المترافقة أو المتزامنة مع ما يجري في السويد تمثل نوعا من القلق على مسار هذه المفاوضات واحتمال تعثره أو على الأقل تأخر حسم كثير من الملفات، خاصة وأن هناك تلميحات إلى أن جولة أخرى ستعقد في يناير القادم، ربما تكون في مكان آخر غير السويد، يرجح أن تكون في الكويت. كل هذا أيضا لا يبعث مزيد من التفاؤل لدى اليمنيين، وإنما يعني ربما يؤجل كثير من القضايا التي أصبحت ملحة واليمنيون بحاجة إلى حلها فيما يخص مطار صنعاء وميناء الحديدة والمرتبات. شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. السويد مهد نوبل، لكنها ربما لن تصنع سلام اليمن. عراقيل كثيرة، مدينة الحديدة، الأسرى والسيادة على الموانئ والمطارات، خطوط حمراء يرسمها الحوثيون وأخرى تشترطها الحكومة اليمنية. لم يبقى كثير من الوقت داخل هذا القصر على تخوم ستوكهولم، ما تزال الرؤية غير واضحة. إن لم يتوصل الحوثيون ومفاوضو الحكومة إلى نتيجة ملموسة، فإن مارتن جريفيث سينقل المفاوضات إلى مكان آخر غير السويد، سيضعهم تحت مطرقة مجلس الأمن الدولي. تسريبات من الأمم المتحدة تقول إن جريفيث هدد طرفي النزاع بفضح المعرقلين أمام القوى الكبرى. لكن من هو الطرف المعرقل في مشاورات السويد؟ هل هم الحوثيون أم الحكومة اليمنية؟ نحن الآن لم نصل إلى درجة وقف إطلاق النار،
نحن الآن في عملية مشاورات، عملية المشاورات هي الانتقال إلى المفاوضات. نحن لم نبدأ الآن في موضوع التهدئة، ليس هنالك تهدئة، ليس هنالك وقف لإطلاق النار حاليا. نحن الآن في إجراء يعني بناء آليات الثقة. جولة السويد كسرت الجليد من دون شك، وفي غضون ما تبقى من وقت لن يتحقق الكثير. نحن قلنا أنه تشكل قوات شرطة من أبناء المدينة وليس من الحوثيين. نحن لا يمكن أن نقبل، لا يمكن لأحد يعني بالمنطق وبالعقل، لا يمكن مثل ما لم يقبل أحد أن يشرع وجود داعش في الموصل، لا يمكن أن يشرع وجود الحوثي في الحديدة وفي بقية مناطق اليمن. مناطق النفوذ والمطارات والبنوك، أدوات السيادة في الدولة اليمنية، هي من تفرق بين المختصمين في اليمن. الحل السياسي ربما سيكون في مكان آخر غير السويد، العودة ربما إلى الكويت تقول بعض المصادر، لكن هذه المرة بصرامة أكبر. مارتن غريفيث ومنذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بدأ يرى بعض النور في نهاية النفق اليمني. تعقيدات الأزمة اليمنية لا يمكن تفكيكها إلا بضغط من القوى الكبرى، من الولايات المتحدة تحديداً. تفكيك الألغام لن يكون على نفس واحد. غريفيث قدم وثيقة مبادرتين في مشاورات السويد، واحدة لتعز وأخرى تخص الحديدة. ما يهم بالنسبة للمبعوث الأممي هو وقف القتال في هاتين المدينتين وفتح المعابر فيهما. في صنعاء وباقي المدن اليمنية قد ينتظر الناس هناك لفترات أطول. ومن صنعاء معنا عبد الباري طاهر المحلل السياسي، اهلا بك سيد طاهر. هل يعني الحديث عن جوله جديده بالضروره يعني فشل هذه الجوله، ام انه احرز الى حد ما تقدم يمكن البناء عليه اقله لجهه تعزيز الثقه كما كان يريد غريفيث حول نقطه الأسرة وحول ميناء الحديده؟ هو الأهم في هذه المرحلة بناء الثقة. الثقة منعدمة، الأطراف كلها متمسكة يعني بمطالبها الخاصة، المطالب العامة غائبة. فتعزيز الثقة ووجود اختراقات ولو في الحدود الدنيا في مسألة المعتقلين، مسألة الأسرى، مسألة قضية الحديدة، حصار تعز، مطار صنعاء، القضايا المتعلقة بالاقتصاد، بالبنك أيضا، بالدورة الاقتصادية، هذه مسائل مهمة جدا وتؤسس للدخول في تفاوض حقيقي حول وقف الحرب، حول قضايا الحل السياسي. ولكن في موازاة البدء بموضوع يعني تبادل قوائم الأسرى أو يعني تحديث هذه القوائم، اليوم المسودة أو المبادرة التي قدمت ببنود واضحة مكتوبة من قبل غريفيث، كان هناك رد يعني بعد تحفظ من وفد الحكومة كان هناك رد واضح. الحكومة هل هي فعلا ترفض التعاون بالمطلق مع يعني الأمم المتحدة لإدارة ميناء الحديدة، أم هو فقط الوجود العسكري للأمم المتحدة طبعا مع فكرة انسحاب الحوثيين من الميناء ويعني المناطق الأخرى القريبة من الميناء؟ ميناء الحديدة والحديدة هي كعب أخيل في الصراع كله. يعني هذه المحافظة التي تضم يعني 6-7 مليون تتعامل طبعا وهي الرئة والشريان الحي ل 11 محافظة بما يعني 18 مليون ثلثي سكان اليمن. الحل وصول حل سريع وعاجل إلى قضية الحديدة والقبول بإشراف يعني الأمم المتحدة أيضا على الميناء يعني مسألة مهمة جدا، ولا ينبغي التضرع بالسيادة والاستقلال لأن البلد الآن اليمن كلها في الفصل السابع. إذن برأيك سيد عبد الباري طاهر الحكومة الآن تشهد صراع إقليمي. برأيك وفد الحكومة حينما يقول نحن نرفض قوات حفظ السلام، حينما يقول وفد الحكومة بأنه يرفض قوات حفظ السلام في ميناء الحديدة، هو يضع العراقيل بشكل يعني كما يصف غريفيث بأن هناك من يضع العراقيل؟ لا ينبغي وضع العراقيل سواء من قبل وفد الحكومة أو من أنصار الله، لأن الحديدة الآن تعني غالبية سكان اليمن، وفي ظل وجود الصراع والتوتر والحرب حول الميناء في الحديدة هي تهديد بمجاعة، بانتشار الأوبئة، بمزيد من التشريد، بمزيد يعني من استمرار الحرب،
واستعصاء الحل السياسي. ميناء الحديدة مسألة مهمة لليمن كلها، ولا بد من توافق على حل تكون الأمم المتحدة وإشراف الأمم المتحدة وتوافق وتشارك الأطراف كلها مسألة مهمة، ولا ينبغي أن يكون طرف واحد هو منفرد بالحل. طيب هذه البلد لا يستحيل يحكمها طرف، سواء الشرعية وحدها أو أنصار الله وحدهم. اقتراح جريفيث يشترط، كما يشترط وفد الحكومة أصلا، بأن ينسحب الحوثيون من الحديدة. هل هذا يعني ما يبدو أن الحوثيين مستعدون للقبول به، أم أنه يعني هو شرط يفرضه أيضا جريفيث من دون الحصول على قبول مسبق أو استعداد من الحوثيين أصلا؟ لابد من تنازلات مشتركة، لابد يكون في تنازل في المطار، تنازل في الحديدة، في حصار تعز، في مسألة أيضا الحرب واستمرار المواجهات في اليمن. هذه التنازلات المشتركة والتأسيس لبناء ثقة وبناء يعني بالفعل القبول حلول مشتركة يتوافق عليها الجميع هي المسألة المهمة، لأن الآن العجز عن حسم عسكري واضح، سواء أمام في الحرب الأهلية أو أمام الصراع الإقليمي. فاليمن ليس أمامها من حل واحد ووحيد إلا خيار الحل السياسي الحل السلمي التي تتبناها وتدعو إليها الأمم المتحدة، وينشط المبعوث الأممي بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك عبد الباري طاهر، المحلل السياسي، كنت معنا من صنعاء.